إزاي تعرف البطيخة الحلوة؟ وزن البطيخة لازم يكون أتقل من حجمها، وده معناه إنها مليانة مية. خطوط البطيخة لازم تكون منتظمة ومتساوية. بقعة البطيخة، لون البقعة أسفل البطيخة لازم يكون أصفر، وده يدل على نضج البطيخة. لون البطيخة، كل ما كان لون البطيخة غامق كل ما كانت أحلى. الفجوة أسفل البطيخة لازم تكون صغيرة.